السلام عليكم. خبر مهم جدا محتاجين نعرف تفاصيله، لانه بيجي في وقت اعتقد انه وقت غريب، وان وقت هذا الخبر مرتبط بوضع شريف عثمان في الامارات. الفكره انه هذا الخبر هل سيتحقق ما يتحدث عنه هذا المقال ولا لا؟ ولما بكلمك عن هذا المقال انا بتحدث عن مقال من مجله كبيره، مجله الجارديان. لما بتقول هذا العنوان اللي حضرتك شايفه UAE to deport Egyptian American activist، الامارات العربيه المتحده ستسلم او تستعد لتسليم الناشط المصري الامريكي who called for COP27 protests، الذي دعا لمظاهرات COP27 او قمة المناخ في مصر. عايز اقول لحضراتكم انه مجازا او بشكل عام هذا العنوان يعني يوضح او يعطي صورة للمجلة نفسها، بمعنى انه المجلة شايفة انه الرجل ده يعني عمل مظاهرات او كان بيدعو لمظاهرات عشان قمة المناخ في مصر، وبالتالي هو هدفه كان يرسل رسالة للناس اللي كانت موجودة في قمة المناخ بان الدولة دي دولة مستبدة او ان فيها ناس بتظلم الناس الاخرى. ولكن اللي عايز اقوله لك هنا ككاتب لهذا المقال او كمجلة ان الراجل كان بيدعو لمظاهرات مش عشان قمة المناخ، الراجل بيدعو لمظاهرات استغلالا لقمة المناخ عشان يستغل هذا الحدث في هدم الدولة بشكل كامل. يعني هي باختصار مظاهرات ليس لها علاقة بقمة المناخ، هي مظاهرات لاجل الدولة نفسها او ضد الدولة نفسها. ففي البداية كده الموضوع من بدايته فيه واضح انه في عدم يعني دقة في النقل او في يعني تحليل او وضع هذا الخبر. رقم اتنين، ايه اللي بيحصل؟ هل الامارات العربية المتحدة سترحل شريف عثمان لمصر ولا لا؟ المقال بيقول كده، بيقول لك ان الامارات العربية المتحدة سترحل شريف عثمان اما الى الولايات المتحدة الامريكية او الى مصر. هي محددتش بالضبط او محددتش المقال بالضبط، ولكن انا بقول لك كمصري لازم تعرف انه الخبر ده مهم جدا، لان الراجل ده تبقى مشكله كبيره لو تم ترحيله للولايات المتحده الامريكيه. والفكره انه اعتقد انه الامارات ما تعملهاش وتسلم هذا الرجل للولايات المتحده الامريكيه، لان النهارده على هوا الجريده انها او انه يروح امريكا، ولكن ليس على هوا الجريده انه يجي مصر. الفكره هنا في الوقت شريف عثمان النهارده وضعه ايه في الامارات العربيه المتحده، وده بيجي ايضا في الوقت اللي بتتحدث في مصر عن تسليم مطلوبين اخرين بالنسبه لها واعطاء اشاره للانتربول الدولي بتسليم هؤلاء الاشخاص. الموضوع زي ما بقول لك بيجي في وقت مرتبط باحداث اخرى. هو نفس اليوم اللي بينزل فيه هذا المقال هو نفس اليوم اللي بتتحدث في مصر مع الانتربول عن تسليم اشخاص اخرين في محاكمات اخرى. الفكرة ان شريف عثمان كان موجود في الامارات يوم 4 نوفمبر الماضي، تم القبض عليه يوم 6 نوفمبر. التفاصيل مهمة جدا نعرفها. الراجل موجود في الامارات يوم 4 نوفمبر، اتقبض عليه يوم 6 نوفمبر في احد مطاعم دبي. طبعا هو سافر هو خطيبته عشان يزوروا بعض الاقارب بحسب الجارديان ما بتقول، ولكن الفكرة انه خرج عدد من الاشخاص في ملابس مدنية وذهبوا للمطعم اللي كان يعني موجود فيه وقتها، واثناء تواجده في هذا المطعم قبضوا عليه واخذوه لاحد اقسام الشرطه في دبي بسياره غير محدده المعالم، اعتقد ما عليهاش نمر لانه دي هيئه خاصه بي او جهات امنيه. المهم يوم 6 كان في احد الاقسام، يوم 8 كان في السجن العام في دبي، ومن وقتها هو لغايه النهارده في هذا السجن. الفكره هنا انه كان الحبس مستمر لغايه يوم 30 نوفمبر الماضي، وتم تجديد الحبس لغايه يوم 30 ديسمبر هذا الشهر. ايه اللي هيحصل بعد 5 6 ايام 7 ايام؟ اللي هيحصل انا معرفوش، ولكن اللي بتقوله الجريده انه الامارات العربيه المتحده طلبت من مصر انها تعمل يعني امر عام كده او امر شامل لتفاصيل طلب اعتقال هذا الرجل. وهنا لما كان شريف عثمان كشخص معارض او شخص محرض بمعنى اصح موجود في الامارات العربيه المتحده، الطلب من او طلب محامي شريف انه يعرف اسباب القبض عليه من قبل السلطات الإماراتية. خد بالك أنه لما حصل أو حاول يطلب هذا الطلب اللي اتقال له حاجات يعني عرفها بعدين، ولكن اتقال له في البداية أنه من طلب القبض عليه هو الانتربول الدولي بناء على الإشارة الحمراء اللي طلبتها مصر من الانتربول الدولي أو الريد نوتس. ده وقتها اللي اتقال له. لما كانت الجارديان بتتحدث مع أحد مسؤولي الانتربول قال أنه ما حصلش أنه مصر طلبت من الانتربول أو أن هذا الرجل لم يخرج بشأنه الريد نوتس أساسا من مصر، ولكن بعدها حصل أنه مصر كانت طلبت هذا الرجل بناء على إشارة من جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الداخلية الخاص بجامعة الدول العربية، وده موجود من سنة 1980 للتعاون ما بين الدول العربية وزارات الداخلية في الدول العربية بشأن المطلوبين في قضايا أمنية وجنائية وسياسية في الدول العربية مع بعضها. ومن هنا جت طلب المصري عن طريق جامعة الدول العربية مش مباشر للإمارات من دولة لدولة، ولكن بسبب العلاقة القوية ما بين مصر والإمارات فإنه هذا الرجل النهاردة مقبوض عليه في الإمارات العربية المتحدة. الفكرة هنا أنهم بقى في المجلة في مجلة الجارديان
بيحذروا من تسليم هذا الشخص لمصر، بل مش بس تحذير، ده كمان عايزين يعني يدخلوا على فكرة تنظيم الإمارات لكوب 28 القادمة. وبيقولوا كده انه لو مصر او لو الامارات سلمت هذا الشخص لمصر فاحنا بنحذر من كوب 28 هتكون فيها تضييق شديد على النشطاء، وهتهدد النشطاء دول بتقييد الحرية، وكمان هتهدد يعني انه ممكن بعضهم يتسلم لدول الدول دي المفروض انها ضد هؤلاء النشطاء. فعايز اقولك انه المجلة حريصة جدا على انه هذا الشخص ما يتسلمش، بل انه مش المجلة بس، منظمة Human Rights Watch بتحذر ايضا الامارات من تسليم هذا الشخص. يعني الموضوع عليه تركيز، ولكن زي بقول لك الفكرة هو بيعتبره معارض، لا يعتبروا انه هذا الشخص عليه احكام او انه قام بالتحريض على مظاهرات لهدم الدولة. هو بيبصش لهذه الجزئية، هو بص للي هو شايفه انه دي حقوق انسان وانه عليه ان يدعو للتظاهر زي ما هو عايز، واي شيء عايز كمان يعمله بدون تقييد لحريته فهو يقدر يعمله. ده اللي بتقوله المجلة، اي شيء غير كده فانت هنا امام امارات عربية هتسلم اشخاص لمصر وهيتعاونوا مع بعض في هذا الشأن، هينتهكوا حقوق الانسان والكلام اللي حضراتكم عارفينه. الفكرة بقى انه هذا الموضوع بيأتي في وقت يتم الحديث فيه حول طلب مصري من الانتربول لتسليم مطلوبين اخرين. انا عايز اقول لك للمعلومة ان النهاردة الانتربول ده فيه هو عبارة عن اكبر وزارة داخلية او اكبر تجمع وزارات داخلية في العالم، نتكلم في 195 دولة موجودة مع الانتربول. عايز اقول لكم ان الموضوع بيجي ازاي، يعني النهاردة انا دولة بعمل طلب مركزي من الدولة دي لمجلس او لقيادة الانتربول، قيادة الانتربول بتوزع هذا الطلب على كل الدول الاعضاء في الانتربول اللي منهم كل الدول اللي حضرتك عارفها 195 دولة، يعني تقريبا كل دول العالم موجودة في الانتربول. ولكن المفارقة لما كان بيتأسس الانتربول ده سنة 1923 كان بيضم في عضويته، تخيل حضرتك ال195 وقتها كانوا كام دولة؟ كانوا 17 دولة، وكان المفارقة من بينهم مصر. طبعا كانت مصر من الدول المؤسسة الانتربول بحكم انها دولة من الدول القديمة، وكمان كانت مصر اتغير اسمها سنة 1951 حتى 1971 كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة، وسجلت بهذا الاسم في الانتربول ثم عادت باسم جمهورية مصر العربية بعد ذلك. المهم النهاردة انت بتقدم الطلب للانتربول، والانتربول بيوزع الطلب على كل الدول اللي هي 195، الطلب بيخطر بيه الجميع. النهاردة لما انت هتطلب معتز مطر، الاسماء امام معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد علي، محمد ناصر، الاسماء دي كلها انت طالبها من الانتربول، المفروض انها يخطر كل الدول، واكيد كل الدول اللي فيها هؤلاء الاشخاص مختارة النهاردة او خلال ايام بتسليم هؤلاء الاشخاص لمصر. الفكرة هل هتسلم الدول اللي فيها الاغلب هي بريطانيا، هل هتسلم بريطانيا مثلا عبد الله الشريف لو موجود عندهم، محمد علي ممكن يكون موجود عندهم بالتأكيد، عندك محمد ناصر او معتز مطر، الناس دي لو موجودة في بريطانيا بالتأكيد هما موجود اتنين منهم على الاقل في بريطانيا، هل هيتم تسليمه لمصر؟ الاجابة لا، بريطانيا لن تسلم احد لمصر. لان النهاردة بحسب يعني ما سمعت انه احمد موسى على سبيل المثال بيقول لك انه من سنة 93 في مطلوبين طلب مصر من بريطانيا تسليمهم عن طريق الانتربول ولم تسلم بريطانيا هؤلاء الاشخاص. فعايز اقول لك انه الموضوع مش بس متعلق بالانتربول كجهة، رغم انه الانتربول النهاردة لما بيطلب، لما يكون دولة في الانتربول بتطلب من دول في افريقيا انها تسلم اشخاص يتم تسليم هؤلاء الاشخاص، ومنهم قيادات سمعنا عنها في السودان على سبيل المثال وفي دول افريقية عديدة اتسلموا الانتربول واتحاكموا بسبب جرائم ارتكبوها. النهاردة نفس الفكرة، لكن الفكرة هنا مع دول مش هيحصل، وده النهاردة بسبب الدولة نفسها اللي متحكمة في ده واللي هتمنع ده انه يحصل، سواء بريطانيا او ممكن حتى تركيا. عشان كده الفكرة لما كان في ناشط عندنا في مصر اللي هو علاء عبد الفتاح، الناشط ده طلبت بيه بريطانيا صراحة ريشي سوناك وزير الخارجية ورئيس وزراء بريطانيا جه تحدث مع الرئيس السيسي عن هذا الشخص تحديدا، وما حصلش تسليم من مصر لهذا الشخص. الفكرة هنا ان انا يعني رؤية هذا المشهد واقتراح اقدر اقترحه على الناس ان هم لو عايزين علاء عبد الفتاح يسلموا الناس المطلوبة عندهم في بريطانيا، ونقدر نعمل يعني prisoner swap يعني تبادل سجناء ما بين علاء عبد الفتاح والاشخاص دول اللي هم معتز او غيره. دي فكرة ليه ما نطبقهاش النهاردة؟ هؤلاء الاشخاص المطلوب تسليمهم زي معتز وزي غيره دول لهم يعني يعتبروا صيد ثمين زي بالضبط شريف، بل هم اخطر منه. يعني شريف النهاردة ده للمفارقة، حضرتك ما تعرفش ان شريف ده كان في الامارات في 2020 ورغم كده لم يقبض عليه، هو معارض من قبلها ومن 2019 هو بتحدث ضد الدولة وما تقبضش عليه في الامارات في 2020. فالنهاردة واضح ان القبض ده اللي حصل يوم 4 نوفمبر الماضي بسبب الدعوات التحريضية يوم 11 نوفمبر الماضي ليوم 11 يعني. فعشان كده انا بقول لك انه الوضع انه الامارات بتقول المجلة هتنتهي المدة مدة السجن او امر الحبس يوم 30 هذا الشهر،
وبعدها هل سيجدد الحبس ولا هيسلم؟ اعتقد انه بحسب كلام المجلة هيسلم، ولكن هنا احنا بننتظر، هنشوف خلال الايام القادمة ايه اللي هيحصل. ولكن ارجع لك الموضوع، الدائرة الاولى بمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة المنعقدة بمدينة بدر بتقول انه طلبت باخطار الانتربول الدولي بادراج محمد علي معتز مطر عبد الله الشريف محمد ناصر على النشرة الحمراء وضبطهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 12468 لسنة 22 جنايات التجمع الخامس، والمقايضة برقم 339 لسنة 22 جنايات أمن الدولة العليا لاتهمهم بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جرائم بالتمويل وهكذا. أما أيضا إحالة هؤلاء الأشخاص في قضية جديدة اللي هم محمد علي وعبد الله الشريف ومحمد ناصر ومعتز مطر، وضيف عليهم كمان حمزة زوبع، قضية في أمن الدولة العليا وفيها أيضا اتهام آخر خطير جدا، حيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى. الفكرة أنهم إزاي يحوزوا على هذه الأجهزة وهم موجودين برا؟ فالفكرة أن هم مش بس هم، معهم 14 شخص آخر، الظاهر أن منهم أشخاص داخل مصر. قضية معالمها غير واضحة وفيها تفاصيل ما نعرفهاش، ولكن واضح أنه الإحالة طالما بتكلم على طائرة للتصوير يبقى هنا أنا بتكلم على شغل مش بس مجرد شغل بتعلق بأشخاص، ولكن شغل بيتعلق بأجهزة تدير وتساعد هؤلاء الأشخاص. عايز أقول لحضراتكم أن شريف شغال على موضوع 11-11 ده من أكتوبر، من أول أكتوبر، وكان يعتبر شريف عثمان هو المحرض الأول على هذا الموضوع. وشريف صاحب القناة اللي على اليوتيوب اللي فيها 35 ألف مشترك بحسب المجلة ما بتقول، هو المحرض أو هو صاحب الشرارة الأولى في مظاهرات 11-11، ولكن كان بيتم دعمه عن طريق آخرين. هي طبعا المجلة ما بتقولش يتم دعمه، هم بيقولوا موضوع المظاهرات عشان قمة المناخ، لكن أنا بقول لك الفكرة وما كانش بيتحدث لوحده، أنا بقول لك محمد علي كان بيدعم هذا الشخص، وبدأت الشرارة وانطلقت، وكلهم كانوا يوم 11 أو يوم 10 بالليل كانوا متربصين ومنتظرين هذا اليوم، ولكن خابت كل ظنونهم وتوقعاتهم، محدش خرج، وبالتالي الوضع كان سيء بعدها لهؤلاء الأشخاص، لأنهم مجهود كبير بذلوه في الآخر ذهب هباء، لأنه محدش يعني سمع الكلام. عايز أقول لكم أن الإمارات العربية المتحدة ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضايا تحديدا أو في هذا النوع من القضايا ليها جميلة عند الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كان ليها لاعب باسكت بول اسمه بريتني جرينر، هذا اللاعب كان مقبوض عليه في روسيا. نجحت الإمارات العربية المتحدة في صفقة بالتبادل مع سجين روسي اللي هو ديلر خاص بالسلاح كان مقبوض عليه لدى أمريكا، بأنها يعني تقوم بتبادل هؤلاء الأشخاص على أرضها وتساعد في الإفراج عن بريتني جرينر. عشان كده بتعتبر قام الرئيس الأمريكي بايدن بتقديم الشكر للإمارات العربية المتحدة على هذه اللفتة. فالفكرة زي بقول لك هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بشريف عثمان، لكن حتى الآن لازال شريف عثمان موجود مع الإمارات العربية المتحدة. في النهاية بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.